تركز جلسات الحوار اليوم على الابتكار ومستقبل وسائل الإعلام التقليدية ومدى تأثرها بوسائط التواصل. جلسة فيسبوك في المنتدى العربي للإعلام أمس كانت تحت عنوان عصر التواصل الجديد، وكشفت الجلسة عن وصول أرقام مستخدمي فيسبوك إلى 1.5 مليار شخص حول العالم، من بينهم 190 مليون مستخدم في الشرق الأوسط وإفريقيا، و167 مليون منهم يتفاعلون مع الموقع عبر هواتفهم النقالة. انتشار سريع جدا لفيسبوك إن كان من المستخدمين العالميين أو هنا في المنطقة. للحديث أكثر عن هذه الأرقام وانتشار فيسبوك التي قامت أو الأرقام التي كشفت عنها في جلسة أمس، سأرحب بضيفتي مديرة الاتصال المؤسسي لدى فيسبوك في الشرق الأوسط جمانة عنتر. كشفتي عن بعض الأرقام التي ربما تفسر أكثر أنماط استخدامات العرب هنا لفيسبوك، ما هي هذه الأرقام؟ الرقم الأول والرقم اللي انت حكيتيه جسي، إنه نحن موجود عندنا 190 مليون مستخدم فاعل بصورة شهرية بالشرق الأوسط وأفريقيا. أكثر من 80% من هدول الناس بيستخدموا فيسبوك عن طريق الموبايل. هدول الناس بيفوتوا على فيسبوك، بيشوفوا النيوز فيد تبعهم، بيزوروا صفحتهم ما يزيد على 14 مرة باليوم لفترة تزيد عن 40 دقيقة كل في اليوم يوم. الواحد في اليوم الواحد بالضبط. أوكي، وأيضا أرقام في السعودية كما علمت. في السعودية أرقامنا تقول أنه 68% من الناس اللي بيستخدموا فيسبوك بتواصلوا مع العلامات التجارية اللي هم معنيين فيها عن طريق فيسبوك على الموبايل. بالإمارات وبقطر 60% من الناس الموجودة بالبلدين موجودين على فيسبوك، فبتطلعي الأعداد في نمو مستمر والناس تتواصل مع بعض عن طريق الفيسبوك. طيب جمانة، أرقام كثيرة وانتشار أوسع لكم ربما بين المستخدمين هنا في الشرق الأوسط، لكن ماذا تعني هذه الأرقام؟ هناك من يقول بأن فيسبوك بدأ كموقع للتواصل والترفيه، لكنه الآن يعني بتحول نوعي أصبح مصدر رئيسي للأخبار، ماذا تعني لكم هذه الأرقام؟ هاي الأرقام إنها أكثر من معطى، أكثر من مؤشر، وكلها مؤشرات إيجابية. واحد منها أنه نحن بالمنطقة معنيين بالتواصل وبالتواصل الاجتماعي. زيادة عدد الناس الموجودين على فيسبوك بيعطيهم فرصة أنهم هم يتواصلوا مع بعض، يتواصلوا مع عائلاتهم بغض النظر عن المسافة ويدوم كلفة. هاي شغلة. شغلة تانية أنت حكيتيها هي شغلة كتير مهمة، أنه الناس أيضا بلشت تستخدم فيسبوك كموقع لإيجاد وظائف مناسبة. مثلا إحنا عنا شراكة مع إفي Employment for Education for Employment، التعليم من أجل التوظيف، وفي قصة نجاح مؤخرا حكوا عنها عن شاب بمصر قضى فترة طويلة هو عم بيحاول يدور على شغل عن طريق هاي العلاقة مع التعليم من أجل التوظيف، وفيسبوك قدر إنه هو يلاقي فرصة عمله إنه يتطور فيها. الشغلة الثالثة إنه الأعمال الصغيرة والمتوسطة اللي هي العمود الفقري للاقتصاد، للنمو الاقتصادي، صار عندها فرصة إنها هي عن طريق فيسبوك تحكي حكايتها للناس. الناس نحن هون مجتمع معني بالحكايات، فالعلامات التجارية عندها فرصة تتواصل مع الناس بصورة صحيحة، والأعمال الصغيرة والمتوسطة عندها فرصة أنها هي أنه توصل للمستهلكين بأفضل صورة ممكنة. طيب جمانة، هذه ربما استخدامات إيجابية لفيسبوك، لكن أيضا هناك الوجه الآخر، يعني استخدامات سلبية. هذا الأسبوع في تغريدة الصباح استعرضنا انتشار صفحات لأشخاص تحت أسماء مستعارة على فيسبوك، وهم يهربوا أو يروجوا لتهريب مهاجرين غير قانونيين إن كان من سوريا أو تركيا أو ليبيا إلى أوروبا. هذه الصفحات استعرضناها هذا الأسبوع، ربما بعض منها يعني هذا مثال واحد على شخص تحت اسم أبو علاء الدين، هو اسم مستعار ينشر عروضات للسفر وكأنها يعني سفرات أو رحلات استجمامية. طبعا هي بعيدة كل البعد لأنها تنتهي بطرق كارثية، نسمع عن غرق المهاجرين كل يوم. ماذا يفعل فيسبوك بهذه الصفحات؟
قاعدتين أساسيتين عند فيسبوك جسي. الأولى من غير المسموح أن يكون في أي بروفايل أو صفحة باسم مزيف أو اسم مستعار. سياساتنا تشترط وجود الاسم الصحيح للناس. هاي شغلة. الشغلة الثانية أي صفحة، ما بقدر أعلق على هذول الصفحات تحديدا، لكن بصورة عامة أي صفحة أو أي بروفايل يروج لأي نشاط غير قانوني هذا الحكي ممنوع حسب سياسات فيسبوك. حالما بيتم تبليغنا عن الموضوع نحن منحقق فيه ومنتخذ الإجراءات المناسبة على هذا الصعيد. طب كيف يتم التأكد من أسماء مستعارة؟ يعني هذه الصفحات لا تزال موجودة. الفيسبوك معني بالمسؤولية الجمعية، الناس بتبلغنا عن اللي صاير، عن الصفحات المزيفة أو الصفحات اللي بتروج لنشاط غير قانوني أو الصفحات اللي بأسماء مزيفة. عنا فريق استثنائي عالي الكفاءة بيبادروا للتحقيق بهذا الموضوع، بيحصلوا على الوثائق المناسبة للتأكيد أنه هذا الحساب مزيف أو هذا الحساب حقيقي، بيطلعوا على المحتوى الموجود بالصفحة ويتم بعد ذلك تقرير أنه هاي الصفحة فعلا تخترق سياسات الموقع ويتم إزالتها أو عدمها. يعني شبيه إلى حد ما بسياسة تويتر أنكم تعتمدون على تبليغ المستخدمين عن هذه الصفحات. يعني أنت لما بلشتي حكيتي أنه نحن عنا 1.44 مليار مستخدم بالعالم، 190 مليون بالشرق الأوسط وأفريقيا. فبالمحصلة المعلومات الأساسية أنه يعني المسؤولية مسؤولية جمعية، ونحن بنعتمد على مستخدمين فيسبوك أنه هم يبلغوا، هم عندهم كافة الوسائل هم يبلغوا عن بوست معين، عن صفحة، عن شخص معين، ونحن بنتعامل مع هذا الموضوع بالتالي. طيب دعيني أسألك ربما سؤال أخير. حتى فيسبوك الذي بدأ منذ عدة سنوات عليه أن يتطور أو ربما يماشي التطور التكنولوجي وتطور ما يحتاجه الشباب في ظل تطبيقات يعني تنتج أو تنتشر كل يوم، كيف سيماشي فيسبوك متطلبات الشباب في المستقبل؟ يعني ربما ما هي خطواتكم المقبلة؟ أي شيء ممكن أن تعلنوا عنه تعملون عليه الآن؟ يعني للأسف ما عندي شيء أعلن عنه الآن، لكن أنا اللي بقدر أحكي لك إياه إنه فيسبوك الاهتمام الأول بالنسبة لنا هو تجربة الناس على البلاتفورم على المنصة. وفيسبوك أكثر من الفيسبوك نفسه التطبيق الأزرق، في عنا واتساب، في عنا إنستغرام، ففي مجموعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي. فنحن بنعطي الناس والشباب تحديدا الفرصة أنهم يتواصلوا مع بعض بصور مختلفة. أقول لك مثلا أنا فيسبوكية تماما، ابني بيستخدم منصات التواصل الاجتماعي بصورة مختلفة. على الفيسبوك عنده مجموعات وعنده صفحات، على الإنستغرام بيحط صور، على الواتساب بيحكي مع أصدقائه. الجيل الجديد عنده يمكن معرفة متطورة عن معرفتنا بحكم أنه هم خلقوا وهي المنصات موجودة، فبيستخدموها بصورة عالية الفعالية وعالية الكفاءة بالنسبة لهم. تمام، سأشكر ضيفتي، أشكرك جمانة عنتر مديرة الاتصال المؤسسي لدى فيسبوك في الشرق الأوسط، كانت معنا هنا من منتدى الإعلام العربي. شكرا لك جمانة.